في الفيديو النهاردة هوريك ازاي تعمل ميلك شيك زي ده. السلام عليكم. عاملين ايه؟ في حاجات كده تشتريها من المحل او تشربها في المحل وما تشربهاش في حتة ثانية، يعني ما ينفعش مثلا تعملها في البيت، بتحاول تعملها في البيت ما بتطلعش بحلاوة المحل. من ضمن الحاجات دي هو الميلك شيك. يعني مهما حاولت تعمل ميلك شيك في البيت ما بيطلعش بنفس قوة الميلك شيك بتاع المحل. ولكن النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم ميلك شيك قوي جدا، وانتوا تعملوه في البيت بسهوله، وفي نفس الوقت هيطلع حاجه تفخروا بيها في البيت. عايز ايه؟ ميلك شيك. عايزه ايه؟ ميلك شيك. عايزين ايه؟ ميلك شيك. في الحقيقه احنا مش هنعمل ميلك شيك بس، هنعمل ميلك شيك وهنعمل معاه برضو حاجات كده حلوه تطري على القلب، كلها حاجات سهله وخفيفه جدا وحلويات. يعني مفيش حد ما بيحبش الحلويات سواء كبير او صغير، الحاجات دي يعني هتبسطك ان شاء الله. فجهزوا نفسكم واربطوا الاحزمه، واهم حاجه الناس اللي عندها ضعف قدام السكر تبعد النهارده عشان النهارده يحصل مشاكل. قبل ما نعمل ميلك شيك، في اختراع كده شفته على الانترنت والصراحه يعني لازم اجربه ولازم اوريه لكم. الاختراع ده عباره عن فشار بالشوكولاته. احنا عارفين في فشار بالشوكولاته، في فشار بالملح والسكر بقى والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها، ولكن الفشار اللي بالشوكولاته ده هنعمله بطريقه سهله جدا وبطريقه غريبه. اول حاجه هنشغل النار وهنحط في الطاسه بمعيار مثلا معلقتين كبار او 3 معالق كبار زيت. حلو الكلام، حلو الكلام. هنضيف عليهم 4 معالق كبار ذره، والمفاجاه هنا هنضيف عليهم M&M's شوكولاته، شوكولاتة M&M's. فالمنظر هيبقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنبدأ نغطي عليها عشان الفشار اول ما يبدأ ان هو يستوي هيبدأ يتنطط ويعمل شقلبظات. خلينا ننتظر ونشوف النتيجة. في وسط ضرب النار اللي بيحصل ده المفروض ان انتوا بترجوها كده شوية. عايز اقول لكم ان النتيجه هتذهلكم والله بجد، لان انا لما شفت الفيديو اللي اتعمل فيه الحاجه دي انبهرت. كده كله جاهز ان شاء الله، خلينا نفتح ونشوف. اوبا 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 اوبا، فشار بالشوكولاته. الشوكليت بوب كورن. بالراحة بالراحة، محدش بيجري وراك، كل بالراحة. give me some. الله، أهم حاجة تطلعوا الفشار الله في وقت كويس، يعني ما تسيبوش يتحرق عشان لو اتحرق هيبقى طعمه محروق. لكن أنا طلعت في الوقت المظبوط فطالع حلو جدا وطعم الشوكولاتة باين، وممكن أقعد آكل كده لحد بكرة. ده اختراع ممكن تجربوه ب مش عارف شوكولاتات تانية مثلا، مش عارف اصلا هينفع ولا لا، بس هو الام ان امز ده مظبوط، لان هو عبال ما البتاع بتتكسر ويطلع منها الشوكولاته هو نفس الوقت اللي بيتحول فيه الكورن لبوب كورن. اهم حاجه ان هو طلع تمام واتبسطوا بيه. طيب نيجي بقى للميلك شيك. دي ببساطه المكونات بتاعت الميلك شيك اللي هنعمله النهارده: شوكولاته سنيكرز، زبده فول سوداني، ايس كريم، ولبن. ناس كتير فاكره ان الميلك شيك هو عباره عن لبن ومثلا فاكهه او شوكولاته وبس، عشان كده مسمينه ميلك شيك. ولكن الحقيقه الميلك شيك لازم تحط عليه ايس كريم. الايس كريم هو اللي بيديله السمك وبيخليه كده ماسك في نفسه وبيخليه يعني ليه خليط معين، وده اللي بيفرقه عن السموذي. فالايس كريم اساسي في الميلك شيك، ومش اي ايس كريم. حاول برضو ان انت يعني ايه تجيب حاجه نظيفه شويه، حاجه غاليه شويه، عشان هتفرق في الكواليتي بتاع الميلك شيك. وهضيف على الميلك شيك زبده فول سوداني عشان انا هعمل الميلك شيك بشوكولاته سنيكرز، فعشان يديها الطعم الزياده بتاع زبده الفول السوداني وتحس ان الميلك شيك مفعم بزبده الفول السوداني، فهنضيف عليه الزبده. طبعا كل واحد حسب رغبته، انا مثلا بحب السنيكرز، بحب الميلك شيك دايما بتاعي بالسنيكرز. فانت بقى براحتك، عايز ميلك شيك بسنيكرز، عايزه كادبري، عايزه جالاكسي، عايزه مش عارف بباونتي، اي حاجه براحتكم. في طبعا اضافه تانية مش معانا النهارده، ولكن لو موجوده بتدي طبعا للميلك شيك شكل احلى ومنظر والكلام ده، وهي الكريمه. لو عندك كريمه تحط كريمه على الميلك شيك من فوق، بس انا للاسف ما عنديش كريمه فهنمشي النهارده من غير كريمه. هنجيب الخلاط ونحط في الخلاط لبن، شوكولاته السنيكرز، معلقه كبيره زبده فول سوداني، وهنحط 3 معالق كبار
ايس كريم. واحد اثنين ثلاثة ولف بينا يا دنيا. Your milkshake. يوسف من كتر حلاوته وقع عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا اتقلبت هنا وعلى السجاده كل حته ما شاء الله عليهم. الكراسي الله كل ده عشان ميلك شيك. طبعا عملنا للاستاذ يوسف واحد تاني عشان هو ما لحقش يشرب الاولاني بس بقى يشربه بره. What do you say? Thank you. جامد يا جدعان. جامد يا جدعان. النهارده اخر حاجه حلوه هنعملها هو العيش المدحرج بالشوكولاته. العيش المدحرج بالشوكولاته ده حاجه سهله جدا برده واي حد يقدر يعملها، في نفس الوقت بتديك الحلاوه اللي انت محتاجها. نفسك في حاجه حلوه بالشوكولاته جنب الميلك شيك هتعملها. المكونات هنحتاج بيضتين وهنحتاج شوكليت سبريد، اي بقى شوكولاته عندكم في البيت هتقضي الغرض. محتاجين عيش ابيض، والعيش الابيض ده هنحاول ان احنا نقطع منه الاطراف. طبعا الاطراف دي هتقطعوها تستخدموها في حاجه تانية ما تترميش طبعا. وهنحتاج سكر وقرفه بس كده. خطوه مهمه تعملها ان انت تفرد العيش كده، يعني خليه فلات على قد ما تقدر. هنفرد عليه الشوكولاته. طبعا الناس اللي بتحب الشوكولاته هتزود شوكولاته. بعد ما يبقى معانا العيش خلاص رولز وجواه شوكولاته بننزله في البيض ياخد كده ايه غطسه جميله، وبعد كده بنطلعه نحطه في السكر والقرفه ويلف لفه حلوه هنا برده كده، يبقى جاهز يتحط على النار. وكله نفس الكلام، نولع النار على الطاسه ونضيف عليها زيت كده. بقى الكلام الجميل ده جاهز يترص في الزيت. يعني خلي عينك عليهم، غالبا يعني دقيقتين ثلاثة بالكثير تقعد تقلب فيهم وبعد كده ايه يطلع. خليني اقول واكد ان الكلام ده كله شقاوة، يعني الحاجات دي مش تعملها كل يوم، الحاجة دي مثلا تعملها مرة في الشهر كل فين وفين، وما تعملهمش كلهم مع بعض. يعني ما تعملش بقى الفشار والميلك شيك والبتاع ده، لا يعني اعمل حاجة كده واحدة فيهم كل اسبوع يعني كده، لكن ما تعملهمش كلهم مع بعض كتير. بس انا النهارده بديكم افكار لحاجات كتير، انتوا بقى تعملوها براحتكم وتدعوا لي. اهم حاجه تدعوا لي وانك تاكل الحاجات دي. بصوا الناحيه اللي تحمر دي كده جاهزت، ده الشكل اللي احنا عايزينه من كل النواحي. حلوه كل حاجه كده عند يوسف. اخيرا الواحد هيقعد وياكل ويشرب. ده الميلك شيك بتاعي، انا بتاعي حطيته للفريزر، بحب احطه للفريزر شويه بعد ما بيطلع. وحطيت ايس كريم من فوق، وطبعا الشفاطه والكوبايه وبتاع عشان ايه تاخد حاجه برده منظرها حلو. نديها بقى كده. الله الله. الميلك شيك ده بقى ما فيهوش صح وغلط، يعني مش هتعمل حاجه غلط. هو لو مشيت على نفس الخطوات اللي انا عملتها دي هيطلع لك نفس الحاجه بالظبط. البتاع ده بقى مشكله لان هو الصراحه واحده لا تكفي، يعني واحده ما تنفعش، لازم انت تاكل لك اتنين تلاته. بص بقى من جوه الشوكولاته عامله ازاي لو دوسنا عليها كده. بس يعني امانه عليكم، الكلام ده ما تعملوش كل يوم بجد، يعني عشان الكلام ده كتر مضرب الصحه. الميلك شيك ده بقى حلاوته هتلاقيه مش زي بتاع محلات العصير، عارفين بتاع محلات العصير اللي هو حط لبن وبتاع واقلب، لا ده حاجه نظيفه كده، هتحس ان انت تشرب ميلك شيك كواليتي فاخر. بس دي كانت التجميعه بتاعت النهارده، يا رب تكون عجبتكم. الناس اللي بتحب الحلويات طبعا هتتبسط جدا النهارده، وهتزقطط واخر حلاوه. احب افكركم ان الهادي يوم الثلاث ومحسن يوم الخميس،
واحنا التلاتة مع بعض يوم الجمعة. شوفكم الفيديو اللي جاي بتوع الاكل. هم هم هم. السلام عليكم. بتوع الاكل. هم 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 هم. عدى العالم كله ورا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك نفسي اعيش احساس هواك.